السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم لقاؤنا يتجدد وإياكم على الخير والمحبة دائما. أيها الأحبة، طلابتنا ويا الأمريكان طلابة قشرة، كل يوم هزي تمر يا نخلة. دخلت المنطقة بارجتين عسكريتين أمريكيتين بمعية 3000 جندي أمريكي. طبعا هذه البارجتين وهذا الجنود ما جايين من أجل تقديم الخدمة للشعب العراقي، لأنه هذا أمر غير معتاد من الأمريكان. أمريكا منشغلة بافتعال الأزمات والإشكالات وصناعة الأزمات، واحدة من سمات سياستها الخارجية لا شك، يعني خصوصا في منطقتنا. هذا الإرباك اللي جاي تفتعله الولايات المتحدة الأمريكية يأتي تزامنا مع حالة الأمن والاستقرار الذي تشهده المنطقة، خصوصا بعد أن تقاربت سوريا والمملكة العربية السعودية وحصل تبادل لزيارات بين هذين البلدين على مستوى القيادات العليا، كما أن هناك تقارب كبير ومباحثات وجدول عمل بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية في إيران. هذا لا يروق للولايات المتحدة الأمريكية مطلقا، لأنها تعتاش على الأزمات وترسخ وجودها بناء على وجود القلاقل، سواء كان أمنيا أو سياسيا أو اقتصاديا أو أي ناحية من نواحي الحياة. هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامج كاتب وقضية، والتي تأتيكم بعنوان 3000 من المتحولين جنسيا لتعزيز الوجود الأمريكي في العراق. معكم على أفاضل في التقديم، ومعي في الإعداد الإعلامي قاسم العجرش، وفي الإخراج أحمد سلام. أيها الأحبة، كما اعتدنا تعالوا معي لنقرأ سوية مقطعا من إحدى المقالات التي كتبت حول الموضوع. مقالنا الأول يحمل عنوان التحرك العسكري الأمريكي الأخير، إدخال 3000 مقاتل. الكاتب علي الشمري. التحرك العسكري الأمريكي الأخير بإدخال ما يقارب 3000 مقاتل في قاعدة مطار بغداد وكذلك على الحدود العراقية السورية، يبدو أن الغرض الأساسي من ذلك هو قطع الجسر الواصل بين إيران وسوريا وتحييد الفصائل العراقية من التأثير في المعادلة القادمة، والتي تحمل بين طياتها ضغوطا على سوريا وتقويضا للتوسع الروسي هناك. أمريكا لن تدخل حاليا في حرب شاملة في المنطقة، فبحسب تصريح رئيس الأركان الأمريكي الجنرال ديمسي، حيث يقول: إذا أردنا أن نطلق الطلقة الأولى في المنطقة فأنا أحتاج نصف مليون مقاتل وتريليون دولار أمريكي، مع الأخذ بالاعتبار عدم التكهن بالردود التي ستصل إلينا وكذلك من سيدخل هذه المعادلة. مرحبا بكم مرة أخرى، وانضموا معي للترحيب بضيوف الأكارم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مؤيد العلي. مرحبا بك. الكاتب والمحلل وعضو مركز الهدف الأستاذ صباح العقيلي، مرحبا بكما ضيفين كريمين. أهلا ومرحبا أستاذ مؤيد. أمريكا ترتب الأمور، توزع الأدوار وتشتغل في عموم الكرة الأرضية، إلا أنها تسلط ضوءا مكثفا على منطقتنا، منطقة غرب آسيا. شنو اللي يصير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لك أستاذ علاء وللعزيز أستاذ صباح القيري ولكل مشاهدي قناة الأيام. معروف أن أمريكا تولي منطقتنا اهتمام كبير جدا، يعني ليس في هذه السنة إنما منذ مئات السنوات. السبب هو الموقع الجغرافي لمنطقة غرب آسيا، الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة الكبيرة فيها جدا، سواء كان على مستوى النفط أو مصادر الطاقة النظيفة والجديدة في المستقبل وهو الغاز الطبيعي الذي من الله سبحانه وتعالى متواجد في هذه المنطقة. أحصر الموضوع بعد أكثر، شنو علاقة هذا بالنظام العالمي الجديد الذي نشهد إرهاصات ولادته؟ النظام العالمي اليوم، يعني يقينا نحن اليوم نعيش في
هندسة وبناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب بعد أن هيمنت الولايات المتحدة الأمريكية على العالم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي في بداية التسعينات القرن الماضي، وأصبحت هي من تتحكم في العالم سياسيا واقتصاديا وأمنيا، وبدأت مشاريع العولمة وغيرها. الولايات المتحدة الأمريكية فرض هذه الهيمنة والاستكبار على دول العالم بشكل عام ومنطقة غرب آسيا بشكل خاص، يعني أدت إلى نتائج سلبية انعكست وارتدت سلبا على الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك العديد من الدول خصوصا منطقة غرب آسيا وما يسمى بدول محور المقاومة والممانعة استطاعت أن لا ترضخ إلى الوجود الأمريكي ولا إلى الإملاءات الأمريكية، وبالتالي استطاعت أن تفشل مخططاتها في المنطقة. هذا الأمر بشكل عام أضعف الولايات المتحدة الأمريكية وسياستها. في المقابل أيضا كان هناك البروز الكبير جدا للصين من الجانب الاقتصادي، البروز العسكري والأمني والسياسي لروسيا وتواجدها في منطقة غرب آسيا خصوصا بعد عام 2011 إلى عام 2014 وما حدث من هجمة كونية على سوريا بقيادة عصابات داعش المدعومة أمريكية. كل هذه الأمور يعني ساهمت في أن يكون هناك نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب. الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تشعر بالضعف وبالتراجع. اليوم هي متقوقعة على الداخل الأمريكي، هناك مشاكل اقتصادية، مشاكل صحية، مشاكل سياسية كبيرة جدا بين حزبين كبير. لا ليس مبالغين، لو نتابع الصحف الأمريكية مراكز الدراسات الأمريكية هناك انهيار ليس فقط على المستوى السياسي، بدأ انهيار حتى على المستوى القيمي والاجتماعي. بدأت الولايات المتحدة تنهار من خلال إعلانها أنه من خلال جو بايدن وهو أعلى سلطة في أمريكا أن أمريكا هي أمة المثلية. هذا الارتداد وهذا الانحدار الأخلاقي والتسافل للولايات المتحدة الأمريكية يساهم في تراجعها عاليا. اليوم هناك انتقادات كبيرة واسعة جدا للسياسات التي تقودها أمريكا في العالم. أيضا اليوم البروز الاقتصادي للصين هذا الأمر مهم جدا. بدأت الصين تنافس أمريكا في كل شيء. اليوم يعني في هذه الفترة تقعد يعني قمة جديدة لبريكس الذي بدأ ينافس الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا. أيضا فشل أمريكا في أن توقف روسيا من خلال دعم هذه الحرب الأوكرانية وأن تكون أوكرانيا هي واجهة الغرب في واجهة روسيا. هذه فشلتها، بالتالي هي اليوم تحاول أن تحفظ ما وجهها في المنطقة وتحاول أن تثبت وجودها في ظل تأسيس نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب. أستاذ صباح، أنا بودي أن أسألك على ما أثاره الأستاذ مؤيد فيما يتعلق بانهيار منظومة القيم. أنا باعتقادي أنه القضية مقصودة انهيار منظومة القيم الأمريكية لأنها تتزاحم مع منظومة قيم يبدو أنها جديدة ويراد لها أن يعني تتسيد المشهد القيمي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ علاء. مرحبا ضيفك الكريم الأخ العزيز أستاذ مؤيد ولقناة ومشاهدي الأيام. مرحبا. يعني هذا حديثنا حول قضية الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الغرب، يعني نعم بالضبط تدعم التحول القيمي من خلال، أنا وصفت حقيقة في مقال سابق بأنه هي عملية تدمير ذاتي وهو حقيقة بداية القوس النزول للولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وأعتقد الآن مصادقها بانتظار بأنه النظام العالمي الآن بدأ حقيقة يتغير باتجاه القوى أو الأقطاب المتعددة. وبالتالي أنا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية يعني في عصر نزولها، في ضعفها، في تقهقرها، في فشلها، في إخفاقاتها. وبالتالي الآن يعني عندما نحصي إخفاقات الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول أن تتشبث وتصر بأنه هي تفرض النظام القطب الواحد حقيقة، لكن صانع القرار الأمريكي هو نفسه يعترف بأن العالم انشاءت أو أبت الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بأنه نحن مقبلون على نظام عالمي جديد. هذا سؤال تحكم الأقطاب. هذا سؤال عرضي. أنا بودي أن أرجع لذات موضوعنا. موضوعنا الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تعزز وجودها بعدد من الجنود التي وصفها العنوان بالجنود المثليين جنسيا. 3000 جندي، عدد من الناقلات المدرعة، عدد من ناقلات الجنود، استفزتنا احنا كعراقيين. لكن هناك من يقول بأن العراق ليس المقصود بهذه التحركات العسكرية الميدانية، إنما ربما محاور أخرى. كيف تقرأ الموضوع؟ يعني أولا لابد أن نتفق بأن الولايات المتحدة الأمريكية هو مصدر القلق والمشاكل والتناحر والانقسامات في المنطقة. يعني الولايات المتحدة الأمريكية
من دخولها في 1991 ولحد الآن المنطقة تعاني من الانقسام، وكذلك هي تغذي الانقسامات. الآن يعني مثال بين التقارب ما بين الجمهورية الإسلامية والسعودية، أنا أعتقد هذا جانب مهم جدا ودليل إخفاق وفشل الولايات المتحدة الأمريكية من تعزيز الانقسام والخلافات في المنطقة. وبالتالي الآن يعني شخصت، يعني أعتقد بأنه الآن نعيش في صحوة الدول العربية وحتى الحلفاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية دائما ما تقدم مصالحها، وهذا الأسلوب الأناني اللي تفرض حقيقة هو انعكس عليها وعلى علاقاتها مع حلفائها. الآن الدول والحلفاء حقيقة يبحثون عن المصالح مثل ما الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن مصالحها، فبالتالي الآن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تتشبث بأن تفرض إرادتها وسيطرتها. وأنا أعتقد بأنها قضية الجانب التحشيد 3000 وبارجتين كل حقيقة هي إشارات ضعف الولايات المتحدة، لا قوتها وسيطرتها وهيمنتها. وإحنا نعرف جيدا بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها قواعد منتشرة في المنطقة. لماذا هذا التعزيز؟ أنا أعتقد هو جزء من الحرب النفسية، أو تريد أن توصل رسالة نحن متواجدون في هذا المنطقة، لكن هذا لن يحرك المعادلة الصراع، معادلة وجود الصين روسيا. الآن هذا الانقلاب الكبير في أفريقيا، انحصار التواجد الغربي في أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية ودخول روسيا، أنا أعتقد هذا هو ناقص خطر الولايات المتحدة الأمريكية. على الولايات المتحدة أن تفكر بهذا النظام العالمي الجديد إن شاءت أو أبت. وبالتالي الولايات المتحدة الآن حديثنا و قضية التعزيزات والتحرك القوات الأمريكية، أنا أعتقد يعني أعطي مثال بأنه الصومال هذه الدولة اللي هو عبارة عن أغلب شعبها حفاة، استطاعوا أن يهزموا هذا الجيش اللي يدعي خلال أيام. أفغانستان حقيقة انهزام الولايات المتحدة، وكذلك آخرها في العراق ببسالة أبناء الشعب العراقي المقاومة الإسلامية العراقية. القضية مرتبطة إذن بإرادة شعوب، أعتقد انهزمت. لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية قوية حقيقة لثبتت. إذن أنا أعتقد الآن الولايات المتحدة تفرض، لكن هذا الفرض أنا أعتقد هو لن يجدي نفعا مع تغير الخارطة، خارطة العالم الجديد وكذلك خارطة التحالفات. يعني بدأت السعودية تغير، باقي الدول بدأت تغير مسارات سياستها، وأنا أعتقد السعودية وثقلها الكبير بتقاربها مع الجمهورية الإسلامية هي رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة الأمريكية انتهت من هيمنتها، وعلى هذه الدول حقيقة أن تتجه إلى البحث عن مصالحها لا مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. أستاذ مؤيد، جيوش أمريكية نبرة صهيونية حادة، كأنما يراد الإشارة إلى أن المنطقة على حافة حرب، هل ترى أن الحرب يعني في وارد الأمر، أم كما أشار الأستاذ صباح إلى أنها حرب نفسية ويراد منها أن تمارس نوعا من الضغط على أنظمة المنطقة؟ يعني بدءا 3000 جندي أمريكي مع هذه العدة هي مفروض أن لا تستفز الشعب العراقي، ولا الشعب العراقي الذي يدرك إمكانياته. عشرات الأضعاف من هذا العدد عندما دخلت في عام 2003، رأينا كيف خرجت في عام 2011 تحت ضربات فصائل المقاومة والشعب العراقي الذي هان الوجود الأمريكي في تلك الفترة. فبالتالي هذه أعداد أعتقد هي أيضا تأتي في طور عمليات تبديل قوات أمريكية في المنطقة، استغلتها أمريكا للمناورة من جهة، واستغلتها أيضا لإثبات وجودها في المنطقة. رافقت هذا الأمر ماكينة إعلامية يعني خبيثة وصفراء، هي من هولت الأمر، هي من سبب الاستفزاز لدى الشعب العراقي حول وجود هذه القوات. أنا أعتقد أن أمريكا، ليس أتفق مع أستاذ صباح، أن حرب شاملة في هذه الفترة هي لا تخدم الولايات المتحدة الأمريكية. جيد. مشاكلها الداخلية، مشاكلها في المنطقة، أيضا طبيعة الدول التي قاومت الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات السابقة، إمكاناتها العسكرية في هذه الفترة تختلف. إن كنا نتكلم عن عبوات بسيطة وصواريخ قصيرة وهاونات، اليوم نتكلم عن مسيرات تستخدم من دول كبرى تطلبها من إيران وغيرها، نتكلم عن صواريخ باليستية، نتكلم عن أمن سبراني، نتكلم عن منظومة القبة الحديدية التي استطاعت شباب المقاومة في المنطقة أن يوقفها ويجعلها يعني بلا فائدة كامل يعني. بالتالي أيضا
أيضا حتى هناك تصريح رئيس أركان الجيش الأمريكي يقول لو أردنا أن نطلق طلقة واحدة في المنطقة نحتاج إلى 500,000 جندي، وبالتالي من لا نعرف من سوف يدخل في المعادلة، لأن اليوم دول المنطقة هناك عملية ردع التي أعلنها السيد حسن نصر الله قبل سنوات قليلة، وأعلنت العديد من الفصائل حتى فصائل عراقية أنها تنضم إلى هذا المحور. لكن هل هذا يمنع أن أمريكا مجرد أن تتواجد هذه القوات بلا قد تكون مناورة عسكرية وهدف بسيط للفترة المقبلة؟ مستحيل أن تتخيل أن التواجد الأمريكي الآن بلا هدف. نعم. أعتقد الموضوع الجانب السوري هو المستهدف أكثر من الجانب العراقي. نعم. وبالتالي محاولة السيطرة على الشريد الحدودي السوري العراقي لتحييد فصائل المقاومة عن المشاركة في أي عمل عسكري، هذا ما سنتناوله في محور حلقتنا القادم. أيها الأحبة، تعالوا معي لنقرأ مقطع من مقالنا الثاني الذي حمل عنوان هرمز مقابل شرق الفرات، الرسائل الإيرانية الذكية، الكاتب ماجد الشويلي. ومع إدراك الولايات المتحدة لخطورة وصعوبة مهمة قطع الطريق الواصل بين طهران وبغداد ودمشق وصولا إلى بيروت، إلا أن هذه العملية باتت تمثل لها الخيار الأخير للحفاظ على مصالحها وضمان قدرتها على مساندة الكيان الصهيوني في المنطقة، فهي تدرك جيدا أن هذا الجسر الواصل من طهران إلى بيروت هو الذي حفظ المنطقة وحافظ على دولها، وهو الذي أفشل مشروع داعش وحافظ على الدولة في لبنان وسوريا والعراق. وأية محاولة لضرب حزب الله لبنان والاستفراد به لن يكون لها قيمة ما دام هذا الخط سالكا، لكن أهميته تضاعفت أكثر من ذي قبل، فلم تعد أهميته مقتصرة على تأمين بقاء قوى المقاومة في المنطقة، وإنما لكونه بات يشكل خطراً على الداخل الإسرائيلي. مرحباً بكم مرة أخرى وأخرى، وأجد الترحيب بضيوف الأكارم. أستاذ صباح، أتحدث الأستاذ مؤيد على أن الوجود الأمريكي خصوصاً في سوريا أو الحدود العراقية السورية يأتي في سياق محاولتها لقطع الطريق على المقاومة. الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائدة محور المقاومة دون شك، يعني هل بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية أن تقطع خط طهران بيروت؟ يعني أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تحشيدها بهذا المنطقة هي الحدود العراقية السورية الأردنية، وبالتالي هذه المنطقة لحد الآن الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع قسد اللي يمتلكون 130,000 من المقاتلين للسيطرة والهيمنة على هذه المنطقة، وبالتالي أولا ليش رحت باتجاه الأردن؟ يعني أعتقد هذه المنطقة هي تنتشر فيها هذه المنطقة، عبرون عنها منطقة نفوذ التواجد العسكري الأمريكي، وكذلك وجود معسكرات تابعة للجيش الأمريكي اللي هي تتحفظ على الآلاف من المجاميع الأرهابية اللي متواجدة في هذه المنطقة. نعم. بالتالي هذا حقيقة تحدثنا بها قضية وادي القذف وحوران، وهذا اللي يمتد أكثر من 600 كيلومتر. هذا المنطقة هي تشكل تحدي حقيقة للدولتين لسوريا والعراق. نعم. والولايات المتحدة الأمريكية تمنع الطيران والقوات العراقية من التقارب لهذه المنطقة، فبالتالي جعلت هذه المنطقة فرض حماية للمتواجدين فيها. نعم. فبالتالي هذه المنطقة هي تعتبر بها نقطة قوة وابتزاز لسوريا والعراق. الآن التحرك من قادة عين الأسد والتمركز في هذه المنطقة، أولا هذه المنطقة تتواجد فيها القوات الأمنية وبشكل يعني أكثر، يعني تكثيف فيها الحشد الشعبي، قوات الحشد الشعبي هي الماسكة في هذه المنطقة. فبالتالي الآن أولا تريد أن تقطع هذا الخط، خط إيران عراق سوريا لبنان. قضية القضية الثانية بأن يعني أنت تعرف بأنه الصراع الأوكراني الروسي الآن تعدى. الآن روسيا بدأت حقيقة ببدايتها بالتدخل بشكل كبير جدا وفرض إرادتها ووجودها في سوريا. وهذا أعتقد بأنه التحشيد الأمريكي هي رسالة واضحة بأن روسيا هي دخلت على الخط، وإحنا نقرأ في وسائل الإعلام هنا عمليات قصف في منطقة أدلب، هنالك تحالف، هنالك تنسيق ما بين القوات السورية. هذا كلام فيه إشارة إلى أن التعزيز الأمريكي يأتي في قبالة التعزيز الروسي في سوريا، فيعزز الأمريكان وجودهم في داخل العراق. نعم، أنا أعتقد بأنه قضية فرض نفوذ، يعني
الولايات المتحدة تعتبر هذه المنطقة هو مجالها الحيوي. الآن دخول روسيا على هذا الخط، بل تعدى ذلك الدخول إلى يعني مثلا قائد قوات فيرغنر بيرغن، هو أعلن أمس يعني نحن في أفريقيا ونحن دعم الشعوب. وهذا هذا يعني بأنه القضية تعدت سوريا، بل تعدى بأن هنا الآن متواجدون في أفريقيا روسيا. فبالتالي هذا التداخل على حساب المجال الحيوي الأمريكي الأوروبي أعتقد هو يضع الولايات المتحدة الأمريكية أمام تحدي. هذا جانب. الجانب الآخر، هنالك عمليات ضد التواجد العسكري الأمريكي في مناطق البوكمال، مناطق دير الزور. هذه المناطق تعرف بأنها غنية بالنفط والغاز. أنا أعتقد هذه المنطقة مستكشفة بأنه كميات وجود كميات غاز هائلة بهذه المنطقة، فبالتالي تحاول أن تمركز. هذا جانب. الجانب الآخر قراءتنا بأنه بعد التهديدات الكيان الصهيوني حيال حزب الله وبإرجاع على الحجر العصر الحجري، وكان هنالك خطبة للسيد حسن نصر الله وقال سوف نعيدكم. أنا أعتقد هذا دليل بأنه التقارب، مثل ما تعرف سوريا هي لديها حدود مع الكيان الصهيوني، وبالتالي هذا يعطي إشارة قد يكون بأنه قد تكون هنالك مواجهة عسكرية ما بين محور المقاومة ولا أقول حزب الله وما بين الكيان الصهيوني. فبالتالي الولايات المتحدة لا تريد الكيان الصهيوني لوحده، وقد يكون بأن هنالك يعني تقارب أمريكي لإعطاء تطمينات الجانب الكيان الصهيوني في قضية هذه العمليات. لكن أنا أعتقد الآن دخول روسيا، الجمهورية الإسلامية لديها تواجد في سوريا، الفصائل المقاومة متواجدة في هذه المنطقة، فأعتقد الآن محور المقاومة يعني على أهبة الاستعداد لمواجهة. وهذا حقيقة ما صرح به قائد كتاب سيد الشهداء السيد الحاجة أبو ولا الولاء، قال نحن على أتم الاستعداد وأن عادوا عدنا. فبالتالي أنا أعتقد هذا جزء من التواجد العسكري في هذه المنطقة، بالإضافة إلى ما تفضل به الأستاذ مؤيد بأنه تواجدها في سوريا هي لإثبات وجودها في هذه المنطقة، وأن تعطي إشارات بأنه هي قوية ومهيمنة ومسيطرة. لكن أنا أعتقد الضربات المقاومة في سوريا أعتقد هو استفزت الجانب الأمريكي بشكل كبير جدا. إذن التحرك الأمريكي هو لا يستهدف في العراق. نعم قد يكون في الأيام السابقة كان هنالك الطابور الخامس وحاول أن يوجد نوع من الفقاعة الإعلامية اللي تؤثر على نفسيات أبناء الشعب العراقي، بهنالك في 2024 سوف يكون هناك تغيير، انقلاب على عملية سياسية، وتم ربط القضية بالوفد العسكري الذي ذهب إلى واشنطن، وكذلك بأنه لقاء السفير رومانوسكي مع رئيس مجلس الوزراء ووضعت شروط معينة. هاي كلها حقيقة هي لا يوجد حقيقة، بل كل ما هنالك بأنه التحرك الأمريكي هو يستهدف سوريا وفي تحديدا هذه المنطقة دون العراق. طبعا وإن كان يستهدف سوريا إلا أنها لا يؤمن لها جانب في الإضرار بالجانب العراقي، لأنه من يضمن أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتقصد توجيه البوصلة باتجاه سوريا في حين أن لها أهداف تسعى لتحقيقها بالداخل العراقي؟ على أي حال أستاذ مؤيد، الكاتب يقول الرغبة الإسرائيلية تنسجم تماما مع ما اقتنع به السعوديون من أن انخراطهم في التطبيع لا قيمة له ما دام حزب الله في الوجود، وهم على استعداد للإسهام بالقضاء على حزب الله في لبنان بكل سبيل شريطة أن يكون للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ولربما حلف الناتو مساهمة بالقضاء على أنصار الله في اليمن. علق سيدي الكريم. طبعا إسرائيل تحليل استراتيجي مهم يعني. نعم مهم جدا. إسرائيل معروف من هي، من اللوب الإسرائيلي والصهيوني هو من يتحكم في داخل قرار السياسة الأمريكي حتى في داخل البيت الأبيض. وأيضا معروف أنه أمن إسرائيل هو موكل إلى الجانب الأمريكي، وهي التي تحاول أن تحافظ على أمنها الداخلي أمنها الخارجي، ذلك هي تتواجد بشكل مهم جدا. هذه المنطقة يعني الحدود العراقية السورية هي تعتبر مفتاح الضمان أو حصول الأمن القومي الإسرائيلي، ذلك هي تريد أن تتواجد فيها. ما يتعلق بحزب الله، واقع أنه حزب الله هو من أفشل يعني في حرب تموز وما بعدها،
حتى مع معارك سيف القدس والفصائل الفلسطينية. اليوم نتكلم عن وحدة محور المقاومة، نتكلم عن عملية ردع تتكون من مجموعة من فصائل وجهات المقاومة تترأسها الجمهورية الإسلامية، حزب الله من جهة أخرى، فبالتالي هذه كلها تمثل معادلة مقاومة، معادلة ممانعة للوجود الإسرائيلي في المنطقة. إسرائيل تعاني من قلق استراتيجي، تعاني من أزمة وجود، فبالتالي المنازلة الكبرى هي تحدث شئنا أم أبينا. ما معروف هسه بعد شهرين، بعد 3 أشهر، 6 أشهر، 7 أشهر، حتى لكلام للسيد حسن نصر الله طالما الحديث عن حزب الله، أعتقد في الشهر الثالث قالها نحن في طور الاستعدادات النهائية والنوعية بين قوسين للمواجهة أو المنازلة الكبرى مع الكيان الغاصب. أيضا لا ننسى كلام السيد القائد السيد الخامنئي حول أن إسرائيل بدأت تنهار وبدأت الأيام الأخيرة تلتقط أنفاسها الأخيرة في يعني كعامل وجودي ليس في المنطقة وفي العالم. هذا الأمر أيضا هو يعتبر تحيز استراتيجي لما تريده الولايات المتحدة الأمريكية تتواجد في هذه المنطقة. يعني طبعا وجودها في الحدود العراقية السورية هي تتواجد بشكل مكثف في منطقة شرق الفرات، وهناك قسد وبعض الجهات المسلحة التابعة على الجانب الأمريكي، تريد أن تتحول إلى غرب الفرات وأن تسيطر على منطقة القائم والبوكمال. سبحان الله، في صبيحة هذا اليوم وليلة أمس هناك مواجهات بين الفصائل الموالية للجانب الأمريكي في منطقة شرق الفرات، فبالتالي أمريكا حتى المنطقة التي تسيطر عليها هي غير مؤتمنة بشكل يعني مؤمنة بشكل كامل، وتستطيع أن تتحرك نحو غرب الفرات وتكون هذه المنطقة هي كأنما يعني تساعدها في القيام بهذا، عم تكون يعني كخطوط خلفية ودفاعية لها. هذا الأمر يعني يثبت فشل أمريكا في أن تتواصل بعملية عسكرية. المواجهة الكبرى، توزيع عادل للوقت دعني أنتقل متكتمل الفكرة يعني مصدقية أن وجود يعني الحرب هي يعني المنازلة الكبرى قائمة، يعني قد تكون احتمالاتها كبيرة جدا، لكن مو ب 3000 جندي. والمواجهة المنازلة الكبرى مع الكيان الغاصب الذي هو هدف أساسي واستراتيجي، وهذا يعني أنها مع الولايات المتحدة أيضا، وبالتالي أنصار الله ضمن المعادلة، كل الفصائل العراقية المقاومة ضد في ضمن المعادلة، وأيضا حزب الله والجمهورية الإسلامية حاضرة في هذه المعادلة، فبالتالي نتكلم عن رقعة جغرافية مشتركة. اليوم لا تستطيع أن تعزل ملف عن ملف آخر. طبعا هو إحنا لا شك ما دام الحديث عن محور للمقاومة فإن حزب الله تحول من حزب إلى محور. حتى الجانب السعودي اليوم عندما فشل في محور يتوزع على جغرافيا طويلة عريضة وبامتداد، اليوم تكلم صار ضيف عن 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 أفريقيا. موضوع الأنصار الله السعودية عندما فشلت في إرضاخ وإذلال أو إفشال مشروع أنصار الله، أنا أعود لك بهذا الموضوع لأن عادة شوف الموقف السعودي شنو دواعي شنو دوافع. أستاذ صباح، الأستاذ ماجد الشويلي يقول التحذير الذي صدر من لواء ذو الفقار التابع للحرس الثوري والمسؤول عن تأمين الملاحة والسيطرة على مضيق هرمز للإسطول الأمريكي ما هو إلا رسالة بأقصى درجات التحذير أن من يحاول إغلاق طريق المقاومة بين طهران وبيروت عليه أن يضع في حسابه إغلاق مضيق هرمز وليستعد لأزمة عالمية أو لأزمة لا طاقة للغرب المتهاوي بتحمله. يعني مثل ما تعرف يعني أنا ذكرني بالحاج الشهيد قائد قاسم سليماني عندما كانت في أيام ترامب بأنه الولايات المتحدة الأمريكية تلوح بالحرب، قال كلمة حقيقة، قال من يبدأ الحرب لا يستطيع إيقافها. فبالتالي الآن يعني احنا تحدثنا وقلنا بأنه الجميع هي جبهة واحدة، محور المقاومة جبهة واحدة يبتدأ من إيران إلى اليمن وينتهي بأفريقيا. لذلك قلنا أن أي عنوان من عناوين المقاومة يعني الجغرافيا بالكامل. أحسنت. فبالتالي الآن هو محور واحد. يعني مثلا عندما تقاتل لبنان حزب الله مع الكيان الصهيوني، لا تقاتل لبنان ولا المقاومة اللبنانية، بل محور المقاومة سوف يقاتل. وهذا حقيقة أنصار قوة. مثلا السيد حسن نصر الله عندما يقول بكل ثقة وشجاعة يجد بأنه في ظهره حقيقة محور متكامل وجاهز وعلى أهبة الاستعداد. فبالتالي الآن يعني قضية التواجد العسكري، أنا بيّنت بأن التواجد العسكري وبارجتين وحتى وإن كان 10 بارجات هي لن حقيقة تهز محور المقاومة. محور المقاومة في تصريح القائد الكبير قال بأنه أي اعتداء من قبل الولايات المتحدة من الأمريكية، من القائد الكبير؟ يعني قائد
يعني قائد، احنا نعبر عنه بانه القائد العسكري في هذه المنطقه، منطقه هرمز ذو الفقار. اي يعني عندما هدد، انا اعتقد به هو تهديد، هي رساله من محور المقاومه بان المصالح الامريكيه في المنطقه سوف تكون مستهدفه بوقت واحد محدد. بالتالي هذه القضيه اعتقد الولايات المتحده الامريكيه عامل ضغط هائل عندما تفكر حقيقه. وشاهدنا قبل ايام البارجة الحاملة الطائرات كيف تهرب أمام الزوارق. حرس الثور الإيراني هي 5 زوارق تنهزم. أعتقد الآن محور المقاومة يمتلك من الشجاعة والقدرة والإمكانية لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا أن الجمهورية الإسلامية أثبتت قدراتها التكنولوجية الفائقة. يعني أحسنت. فالآن أنا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية الآن تفكر 100,000 مرة في قضية مواجهة مع الجمهورية الإسلامية، خاصة بعد التقارب ما بين السعودية وما، وهذا التقارب مع السعودية يعني دول الخليج، يعني هذا يشمل الكويت والبحرين. هذا احنا بحاجة الى وقفة. هذه القضية، هذه القضية ابعد من ان يكون صلح ما بين الجمهورية الإسلامية وإيران. انا اعتقد الان توحد القوى في المنطقة. فبالتالي انا اختم بهالقضية، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية والعالم حقيقة أوروبا يعلمون جيدا بأن مصادر طاقة في هذه المنطقة هو مهم جدا للإمدادات. فبالتالي الآن هذه القضية أعتقد تهدد جانب مهم، جانب الطاقة اللي بحاجة إلى أوروبا وأمريكا، وهذه خصوصا نحن متجهون باتجاه الشتاء. نحن مقبلون على أزمة الطاقة. فبالتالي أنا أعتقد القضية المواجهة الآن الولايات المتحدة الأمريكية، أنا لا أقول مؤجلة، بل أنا أقول بين الولايات المتحدة الأمريكية، نعم الكيان الصهيوني ممكن أن يواجه، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لن تواجه. السبب احنا نطرح نرجع نفس نقول بأن ذهب العالم القطب الواحد، والآن نحن أمام نظام عالم متعدد الأطراف، فليس للولايات المتحدة الأمريكية أن تتخذ قرار إلا بوجود هؤلاء. ضيوفي الأكارم، أنتم أيضا أيها الأحبة، تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقالنا الأخير الذي حمل عنوان التحركات العسكرية الأمريكية في العراق، خفايا وأسرار، الكاتب علي الزبيدي. يؤكد عدد من الخبراء العسكريين أن المتتبع للتحركات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية عسكريا ودبلوماسيا تشير إلى وجود طبخة أمريكية جديدة لاستهداف السيادة العراقية وكذلك دول المنطقة وفي مقدمتها سوريا بعد إعادتها إلى الجامعة العربية. ونخلص إلى نتيجة واحدة هي الاستعداد لأي عمل أو حماقة قد ترتكبها أمريكا في المنطقة التي خسرتها منذ تنامي قوة المحور الروسي الصيني الذي يملك الكثير من القوة في المنطقة، ودخول العالم في صراع الإيرادات وسحب البساط من تحت أمريكا بمشاريع اقتصادية كبيرة واستراتيجية، وقرب دخول دول عظمى بنظام مالي جديد اسمه بريكست، بحسب الخبراء سيجعل الدولار بلا قيمة ماليا. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى، ودعوني أكرر ترحيبي بضيوفي الأكارم، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مؤيد العلي، مرحبا مرة أخرى، الكاتب والمحلل السياسي وعضو مركز الهدف الأستاذ صباح العقيلي، مرة أخرى أرحب بكم. أستاذ مؤيد، يزمع في الفترة القادمة أن تجري مناورات تجريها أمريكا في شمال العراق بمشاركة تركيا، هكذا تقول الأخبار. هذا الخبر لا يمر مرور الكرام، لأنه يعني ما دام أكو مناورات يعني أكو مقاتلين أمريكيين، وهذا خلاف ما تصرح به الحكومة والفعاليات السياسية من أن لا وجود لمقاتلين، إنما الوجود الأمريكي يأتي على مستوى مستشاري. الوجود الأمريكي في العراق واضح جدا، بل هو احتلال أمريكي. السفارة الأمريكية خير دليل على ذلك، تتواجد فيها معدات حربية ثقيلة ومتطورة، توجد فيها مهبط للطائرات، وايضا قواعدها موجوده في عين الاسد، في قاعه الحرير، في اربيل. موضوع التدريب والاستشاره هذه احد
الأكاذيب الكبيرة التي تخرج عينها بين فترة وأخرى، وأن اليوم العراق والوجود الأمريكي هو فقط للتدريب والاستشارة. يعني لو نعيد للتاريخ، يعني نعود للتاريخ في عند دخول عصابات داعش، ما الذي فعله التدريب والاستشارة الأمريكية للجيش العراقي وحتى ما سقطت العديد من محافظة العراق تحت ضربات، يعني تحت هجمات عصابات داعش؟ الوجود الأمريكي في العراق هو وجود عسكري، وهذا الوجود العسكري واضح جدا. واليوم وإن كان هناك عدد قليل 2000 أو 2500 3000 حسب آخر روايات وآخر قوات تم استبدالها، يعني الحركة الأمريكية الأخيرة، في كل الأحوال ولو كان هناك جندي واحد كما قال أحد علمائنا هو يعتبر احتلال العراق، وبالتالي هذه مسؤولية كبيرة جدا أمام الحكومة العراقية، أمام البرلمان العراقي، أمام الجهات التي تناهض الوجود الأمريكي. الوجود الأمريكي اليوم خطر جدا، ليس فقط على الوجود المستوى العسكري والأمني الذي يراد البعض له أن يقول هذا تحت غطاء التدريب والاستجار، هذه خدعة وكذبة كبيرة جدا. الموضوع الآخر أنه اليوم الوجود الأمريكي هو وجود يعمل وجود، يعني هناك احتلال، محاولات الاحتلال الفكري والثقافي والغزو الثقافي التي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من خلال دعم السفارة والسفيرة الأمريكية وبعض منظمات المجتمع المدني لرشل الرذيلة في العراق. أيضا جو بايدن يعني كذا مليار خصص في هذا العام لمشاريع تمكين المرأة ومشاريع المثلية ومشاريع الجندرة في العراق، هذه مشاريع خطيرة جدا. فبالتالي الحكومة اليوم أمام مسؤولية كبيرة جدا. فعلا هناك موقف للسيد السوداني موقف مشرف عندما قال العراق اليوم ليس بحاجة إلى قوات قتالية، لكن هذا الحديث يجب أن يترجم إلى ضغط على البرلمان من أجل تفعيل قرار خروج القوات الأجنبية والأمريكية تحديدا. أيضا من حق تركيا أن تقوم بمناورات عسكرية في شمال العراق؟ اليوم تركيا أيضا تحتل العراق وتحتل مساحات واسعة كذا كيلومتر، هي في عمق الأراضي العراقية في شمال العراق، ولها مطامع كبيرة جدا تصل إلى حد كركوك، وأيضا انتهاك سيادة العراق الجوية. بالتالي السيادة لا تجزأ سواء كان بريا أو بحريا أو جويا. هذا الأمر يعني فعلا هذه المناورات دليل واضح على أن وجود القوات الأمريكية هي قوات مقاتلة وقوات محتلة. أن تدخل تركيا أيضا في هذه المعادلة، هذا معناه أن اليوم تركيا بضوء أخضر أمريكي تريد أن تلعب دورا سياسيا خبيثا في العراق، ليس فقط من خلال احتلال مناطق معينة في شمال العراق. لا ننسى أن تركيا اليوم تلعب دور مهم جدا وخبيث من خلال تهريب النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي إلى دول أخرى. أوقفت عندما قررت يعني بقرار دولي محكمة باريس إن هذا غير شرعي وغير قانوني ويفتقر إلى إجراءات والآليات القانونية، قامت مناورة خبيثة، أغلقت المنفذ كذا شهر لأنه بحجة الصيانة، وهي لا توجد صيانة فعلية، تريد أن تعاقب العراق. وبالتالي تركيا اليوم تقوم بأدوار خبيثة، وانكشف الدور الأمريكي في إعطاها الدور الأخضر للقيام بهذه الأدوار. بالتالي وجود هذه المناورات، لماذا تقوم الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا هذا السؤال؟ لماذا تقوم بمناورات في شمال العراق؟ من الذي يتواجد في شمال العراق؟ شمال العراق أصبح مرتعا للقوات الأمريكية وللموساد ولأي جهة تعادي العملية السياسية كشخصيات أو جهات سياسية، وأيضا تعادي الجمهورية الإسلامية. وهناك عمليات وإرهابيين انطلقوا من شمال العراق باتجاه الجمهورية الإسلامية. هذا كان واضح من خلال الضربات التي وجهتها الجمهورية لبعض معارك. إنما هذه المناورات تجري في دولة أخرى، دولة غير العراق، إنما اليوم شمال العراق هو منفصل تماما مع العراق، لكن هناك حقوق وهناك امتيازات وهناك أموال ونسبة من الموازنة تعطى لإقليم كردستان. هذه المناورات تكشف حقيقة ما يجري في إقليم كردستان وحقيقة تواجد القوات الأمريكية والتركية. صباح، القوى التي تستهدفها الولايات المتحدة الأمريكية دائما، يعني احنا كلنا نسمع بين فتره واخرى هناك ضربه من قبل الطيران الامريكي لبعض مواقع الحشد، هناك وعيد وصراخ صهيوني لاتجاه حزب الله، هناك عويل سعودي تجاه انصار الله. الولايات المتحده الا تدرك بان هذه القوى باتت مستعده باقصى درجات الاستعداد، وهي تمتلك كل مقومات خوض المعركة بشكل ناجح لامتلاكها مثلا التكنولوجيا التي توازي التكنولوجيا الأمريكية في أحيان كثيرة؟ يعني طيب، ما تدرك أمريكا أن العالم ليس بحاجة إلى حرب إضافية جديدة؟ سعر البرميل النفط ايش قدر حيصير، خصوصا أن مضيق باب المندب، مضيق عمان تحت سيطرة المقاومة. يعني أنت أشرت إلى قضية الطرق الامدادات للطاقة اللي حضرتك اشرتها بانه بحر عمان الى باب المندب الى البحر الاحمر والى السويس وهذه المنطقة، وحتى يعني
مضيق هرمز، هذا كله حقيقة هو تحت سيطرة المحور المقاومة. نعم. وبالتالي إمدادات الطاقة اللي بنسبتها تقريبا 22% هو يخرج من هذه المنطقة. وأعتقد هذه القضية هي مجازفة كبيرة، يعني تحاول الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني السيطرة على هذا الممر من خلال فتح جبهة مع اليمن، وتتعرف بأن موقع اليمن هو موقع استراتيجي ومهم في طريق الإمداد، لكن فشلت التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات وبدعم بعض الدول قد تكون الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، فشلت بشكل كبير جدا. والآن نحن على اعتاب اعلان نصر ابناء الشعب اليمني، وهذا الانتصار هو انتصار لمحور المقاومه بلا شك، دون شك يعني. اذا انا اعتقد يعني قضيه التواجد العسكري في هذه المنطقه مثلا هو لن يغير شيء من المعادله، بل يعني قواعد الاشتباك اختلفت وقدره محور المقاومه اختلف. دعني الى قضيه، نعم انا بس اريد استثمر الوقت المتبقي. نعم. فقط اقل من دقيقه يعني، تفضل كمل. يعني قضيه انت اشرت الى قضيه الحشد. نعم. لماذا هذا العداء المستحكم من قبل الولايات المتحده الامريكيه؟ هي تعلم جيدا بان الولايات المتحده الامريكيه راهنت على 30 سنة في محاربة داعش. نعم. لكن أبناء الحشد اختصروا. نعم. بـ3 سنوات. نعم. بعد فتوى. نعم. الجهاد الكفاية من قبل مرجع السيد السيستاني. إذن الحشد دفع الثمن. نعم. من خلال تقديم قرابين النصر الحاج قاسم سليمان. نعم. وبمهد المهندس. نعم. والآن حقيقة سلسلة هي ماضية. نعم. بما يسوق الآن بقضية مطالبة السيد السوداني بتفكيك الحشد الشعبي. نعم. وهذا الضغط الهائل الذي يمارس من قبل الأمريكان. إرادة الشعب العراقي وإرادة المرجعية هو ببقاء الحشد هو القوي، وإن شاء الله هو سند لأبناء الشعب العراقي. ربع دقيقة سيد مؤيد، أكو سؤال في غاية الأهمية وهو سؤال كبير. إذا ما يعني توهنت أمريكا وشنت حرب، ألا تسأل نفسها سؤالا، هل بعد هذه الحرب سيبقى شيء اسمه إسرائيل؟ يعني أمريكا اليوم مراكز دراساتها تحضر هذا الموضوع، وأنا قلت يعني في بداية البرنامج إنه رئيس الأركان قال يعني لا نعرف من سوف تكون شكل المعادلة، من سوف يدخل في هذه المعادلة. كانت أمريكا تتكلم عن حرب شاملة. أنا أعتقد إنه اليوم إطلاق شرارة الحرب من الجانب الأمريكي سوف تكون إسرائيل هي الضحية الكبرى. اليوم إسرائيل بفضل محور المقاومة والفكر الاستراتيجي الحاج قاسم سليمان وحاج جماد بنيني رضوان الله عليهم كان اصبحت اليوم اسرائيل محاطه بطوق ناري كبير جدا. اليوم ايضا اسرائيل تعاني من انقسامات داخليه مجتمعيه وسياسيه. هذه الانقسامات لان اسرائيل هي ليست بدوله، هي تاسست من مجموعه جماعات متشرذمه من كل دول العالم، فبالتالي لا تفتقد الى مقومات مشتركه دينيه او اجتماعيه. هناك متطرفين، هناك نوعا ما معتدلين، هناك يعني جهات متطرفه اكثر من اللازم. هذه عدم يعني التناقضات في عدم وجود مجتمع موحد في كيان غاصب هو احد عوامل تفكك اسرائيل. فبالتالي اليوم اسرائيل ضعيفه جدا، اي عمليه خارجيه سوف تكون اسرائيل هي يعني الضحيه الكبرى. امريكا عليها ان تفكر وتعيد حساباتها 1000 مرة. حتى الحرب الشامله سوف تؤثر على الداخل الامريكي. اليوم هناك صراعات سياسيه، انتخابات مقبله، ايضا هناك محاولات ل يعني محاكمة تراب في من قبل الأحزاب السياسية الموجودة في داخل أمريكا. هذا يعني فساد كبير جدا. اليوم المعادلة، من يتحكم بالمعادلة اليوم العالمية الجديدة هي ليست أمريكا. هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما قررت أن تشن حرب فإنها تراهن أو تضع رهانا على الوجود الصهيوني في هذه المنطقة. نعم. أيها الأحبة، كتب معدي البرنامج الخاتمة التالية: حجم المعدات العسكرية الأمريكية التي جرى نقلها على الطريق الرئيسية على طول العراق وعرضه ومصادر الحركة وتوجهاتها يكشف أن عديد الجنود الذين جرى نقلهم ليس 2000 عسكري بل ربما يزيد عن 20,000 جندي، وأن نوع الأسلحة والمعدات تصرخ أن هؤلاء مقاتلين من نوعية عملياتية عالية التخصص وليسوا مستشاري تدريب كما تقول اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، كما يكشف عن أن شيئا ما كبيرا يجري غرب العراق وشرق سوريا، فضلا عن أن التعاطي الرسمي العراقي مع الأمر كان بشكل سلس وطبيعي جدا. الجماعة
يبدو خطار عندنا، والخطار نحطه بعيوننا وين ما يريد يقعد يسعد. في أمان الله.